عفوا دولة الرئيس احنا هسه المرحلة هاي فقط نسميها سجل العد، استمارة العد، ناخذ اسماء افراد الاسرة ومواليدهم فقط. بعد يوم 22 ان شاء الله راح على استمارة الاسرة اللي تطلع لنا البيانات الديموغرافية للاسرة. محمد شياع صباح. بس مواليد حضرتك؟ 4/3/1970. الابن او الابنة؟ مصطفى محمد شياع. 5 ذكور؟ وإناث؟ 2. والوالدة؟ الوالدة طبعا. والوالدة خليها 3 شيء. 3 إناث. جنابك الوالدة عاشرة. ايوه. ورمت كمين الأسرة؟ نعم. الوالدة. صلته وقام بوالدتي؟ نعم. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يحفظك. الله يسلمك. شكرا. لا بالعكس. الله يبارك فيك إن شاء الله. سأل الله توفيقكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حتى لا بنزل شو سووا وياك. بعد.